أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. اليوم غادي نتكلموا فيها على العلاقة ما بين المرأة والرجل، العلاقة الزوجية اللي تتكون دائما فيها حب ومحبة. بزاف ديال الناس تيقول لك أنه من بين المشاكل اللي كتفرق بين المرأة والرجل، يعني من بين مشاكل عديدة، كاين مشكل ديال الفقر، مشكل ديال الضيق ذات اليد، أو مشكل يعني المشاكل المادية عامة، من غالبا الفقر وقلة الحاجة. غادي نشوف واش فعلا الفقر وقلة الحاجة تقتل الحب اللي تيكون ما بين الزوج والزوجه. هذا الموضوع هذا غادي نتكلموا فيه مع اخصائي في المشاكل الزوجيه الدكتور حاتم شرف الادريسي. صباح الخير دكتور. صباح الخير عزيزه، وصباح الخير كل المشاهدين دوزان. كاينين بزاف ديال كنسميهم لي تو لامور، يعني شي حوايج اللي كيقتلوا الحب. هكذا حنا تنتكلموا على العلاقه ما بين المراه والرجل، واش فعلا الفقر كذلك من الاشياء اللي تتقتل الحب ما بين الزوج والزوجه؟ وحنا تنعرفوا انه الحب تنقولوا بعض المرات تيعمي على الواقع، وتلقى واحد جوج اللي مثلا بغاو يكملوا حياتهم مع بعضهم، ما تيبانش لهم هذه المسائل هذه، لدرجه تتقولوا فوالا نعيش معاك انا بالخبز والماء ولا هذا. ولكن كدوز واحد السنين عاد كتجي ديك الاستفاقه. اسكو افيكتيفمون لا بوفرتي او لا قله ذات اليد كتخلي الانسان ما تيبقاش تيحب الشخص الاخر بالطريقه اللي كان تيحبوا بها في البدايه؟ الوغ عزيزي، الا كان الحب كما قلتي ما كتسماش استفاقه من بعد بالنسبه ليا، سي كو الا كان واحد الحب سي كو ذاك الحب مشى تو سامبلومون. دونك بالنسبه للموضوع ديال اليوم، هو سيت ان ديبا اللي كل واحد كيفاش غادي يعيش التجربه ديالو. هنا ما غاديش يمكن لينا نحكموا ونعطيو واحد الجواب اللي هو يعني عام على كل شيء اللي هو جذري وي او نو. ولكن بالنسبه ليا انايا كاخصائي غادي نقول وي اي نو من خلال التجربة ديالك. وي من خلال التجربة، ومن خلال حتى الأبحاث، ومن خلال حتى كل شيء. سيتادير وي اي نو. كيف علاش هذا ولا الفقر تيقتل الحب؟ الفقر ممكن ولا. لأنه علاش اليوم بغيت نهضر على واحد الفئة ديال المجتمع اللي كيخصنا نهضروا عليها. سي أنا ما غاديش نسميوها الناس بالدارجة، تيقول لك ولاد الشعب، كنا ولاد الشعب، ولكن باغي نهضر على واحد الفئة اللي هي هشة، اللي الناس ما عندهمش لا حول ولا قوة لهم، اللي باغيين يخدموا ومثلا ما عندوش خدمة، وتيحاول انه مثلا الرجل يلقى القوت اليومي ديال النهار، المرأة كذلك تتعاون مع الزوج ديالها. الناس اللي بسطاء بزاف، اللي من حقهم انهم يكون يحبوا بعضياتهم، انهم يتزوجوا. دونك كاين هذا الشيء عندنا في المجتمع، في ارض الواقع اللي خصنا ندويو عليه. وغير هي دكتور، يعني الغريب اننا نتكلم على موضوع كهذا علما بانه الحب هو الحاجه الوحيده اللي ما كنربطوها حتى شي حاجه من هذه الماديات. يعني ديجا موضوع بحال هذا ما عمره ما تكلم عليه، يعني باش كنربطوا الحب مع الفقر ولا الغنى ولا مع هذه الحوايج. كنهضر على الحب الحقيقي اللي تيكون بين جوج، بين واحد جوج ديال الناس، وكيف ما قلتي لي اي واحد عنده فيه الحق يعني كما كان. مي باش نوليو نربطوه بماديات او بحاله اجتماعيه، هذه مسائل تنتكلموا عليها من بعد، يعني ماشي في بدايه ديال الحب او لا في بدايه الزواج، وانما تثار فيما بعد مثلا ملي كيوصلوا الزوجين لمشاكل. يمكن ندوي عليها قبل ومن بعد الزواج، علاش؟ ويمكن لنا انه ندمجها مع الحب، علاش؟ لانه في الواقع اول حاجه قلنا بالنسبه للطلاق في المغرب، السبب الاول هو قلنا سبب جنسي، السبب الثاني سبب مادي. نعم. دونك تيخصنا ندوي عليه، انه كاين في المجتمع وبزاف ديال الازواج اللي كيتزوجوا في الاول. كاين المراه مثلا اللي ما غاديش تقبل تزوج بواحد الراجل مثلا ما عندوش الماده والامكانيات، وهذا الشيء ادوينا عليه في واحد الحلقه ديال العزوف عن الزواج عند الرجال. وعند حتى بعض النساء، علاش؟ لانه كتسنى ذاك الراجل اللي يكون عنده الدار ويكون عنده. الوغ انا اليوم بغيت ندوي على الناس البسطاء اللي كيحبوا بعضياتهم وكيتزوجوا قبل بداك الزوج، ولو ما عندوش، واخا تعيش معاه غير في بيت قليل، وعايشين بالقليل. نعم. وكاينين وما اكثرهم وسعداء، وما اكثرهم اي توتيتا لو غونور، سيتادير سي حاجه اللي هي فريمون زوينه. اننا كنشوفوا في المجتمع اللي كيبغيو بعضياتهم اي بحب وبصدق، وتيتزوجوا وتتبقى المراه مكافحه مع الرجل، او الرجل تيكافح مع المراه، تيكافحوا بجوج وتيبقاو غاديين. لكن هنايا كيمكن لينا نقولوا بانه راه ولو ما كاين واحد الفقر، ولكن كاين واحد الحب اللي كيبقى شاد، اللي هو حب حقيقي اللي كيكون بني على بزاف ديال الحوايج. ودرنا حلقه على الحب الحقيقي شنو هو التعريف ديالو، اللي كيدوم وتيبقاو هذوك الكوبل اللي تيبقى ذاك الحب ديالهم. بالعكس بعض المرات الفقر كيزيد يقويهم، كيزيد يقوي هذو في هذه الحالات. لكن مالوغوزمون هنا فين غادي نمشي النو، الحالات لا، هو انه في هذا العصر هذا، ولا غادي نقولوها
انه قليل اللي ولاو كيقبلوا مثلا مرأة تقبل انه تعيش كما كنقولوا بلاموغ لو فريش، سيتادير المرأة ولات بغات احتياجات ولات هادي للراجل يدير اي توسا. ولكن هنايا كيبقى الاختيار امتى غادي، علاش قلت بانه كنربطوا الحب مع المادة في الاول؟ لانه في الاول المرأة ديك تيكون عندها الاختيار، مادام انت اختاريتي واحد الزوج واختاريتيه وعرفتيه بانه ما عندوش، دونك هنايا راك تعيشي بالمستوى ديالو. ما تطلبيش من بعد الزواج انك تقول تلوميه او لا علاش ما عندوش فلوس ولا ما قدرش يوفر لك واحد الحاجه. دونك هنايا من ديبار من بعد الزواج نبقى في هذه الفكره، الا سمحتي لي يا دكتور نبقى في هذه الفكره وفيها ان ديبا، وجوستومون هذه من المواضيع التي تثار بين النساء يعني بواحد الشكل اللي هو كبير. الوغ علاش تنطلبوا مثلا من واحد الشخص سواء كانت امراه ولا راجل تيقول لك علاش قبلتي بهذا الوضع في النهار الاول؟ بزاف غادي يقولوا لك بانه كان هناك امل بانه غادي يكون تحسن في الوضعيه. حتى واحد ما كي مثلا ما كي يبدا واحد الحاجه سواء حياه جديده ولا، هو مع راسو غادي يبقى يفاستاغني في هذاك الوضع. يعني دائما كنقلبوا على اننا نتطوروا. هذا غتلقى مثلا اللي غادي تجاوبك غادي تقول لك انا نويت مثلا بانه غادي تحسن الوضعيه واننا غنعملوا بجوج وغادي نشتغلوا وغادي نديروا وغادي تحسن الوضعيه. الوغ بالنسبه لهذه الحاله اللي كدوي عليها، انا بالنسبه لي ماشي هو الموضوع ديال اليوم. علاش؟ لانه هذه الحاله هذه الحاله مثلا يتزوج بواحد الرجل اللي مثلا عنده مثلا يقدر يترقى مثلا موظف بسيط غيقدر يترقى غادي يقدر يمشي، ولكن مثلا غادي تاخذ واحد الرجل. انا كنهضر على الطبقه الهشه اللي عندنا في المجتمع، انه ما قاريش، ما عندوش دراسات، ما عندوش خدام مثلا. يمكننا ندوي على اي واحد اللي عنده واحد الخدمه اللي هي بسيطه جدا، خدام بالقوت ديالو اليومي، كيمكن ليه يدير اي حاجه، دي بريكول. كنلقاوهم الناس مساكن في المارشيات رجال، كنلقاوهم كما تنقولوا في الموقف واقفين، انه تيمشي تيخدم بعرق كتافه. دونك انت عرفتيه النهار الاول باللي ما كتنتظريش انه غادي يكون مدير شركه واحد النهار. دونك هنا ما كاينش واحد ليسبواغ او لا امل. دونك هنايا عرفتي الامكانيات ديال الزوج ديالك والقدرات ديالو، هذوك هما القدرات ديالو. دونك المراه كذلك، الراجل عارف بلي هذوك هما القدرات ديال المراه، كيتعاونوا. دونك ملي كيكون هنا فين غادي نقول مالوغوزمون، انه في الوقت ديالنا دابا كاين بعض النساء اللي ما كتبغيش، غادي ترفض ولو كاين الحب، كتضغط على نفسها وما تجوجش به وتخلي ذاك الراجل اللي كتبغيه ولو ما عندوش الماده وتمشي تجوج بواحد اخر اللي ما كتبغيش. علاش؟ لانه غيوفر لها. هذا ديجا نقطة خطأ. النقطة الثانية هو أنه أنا بالنسبة لي علاش، لأنه حيت تيقول لك علاش خطأ؟ علاش خطأ؟ باش ما نفلتوش هذا خطأ، لأنه أون بو با باسي أكوتي دو لامور. علاش كتخلي تعيشي واحد الحب يعني هي اختيارات في الحياة دكتور؟ لا هي اختيارات وي افكتيفمون اختيارات. يعني ما يمكنناش نلوم واحد الشخص على اختياراته ونقولوا هذا خطأ وهذا، خاصة في المسائل القلبية هكذا. المسائل جوستومون حيت المسائل القلبية هنا في ديبا قلتي ديبا هنا فين قلت جوستومون هنا فين قلت أنا بالنسبة لي خطأ. لأنه علاش؟ واش غادي نتبع النفسيه ديالي والراحه النفسيه ديالي مع واحد الانسان اللي كيبغيني وكنبغيه، او لا غادي نتبع الماديات اللي مع واحد الانسان اللي انا ما مرتاحش معاه؟ ولكن اجي حنا فتحنا النقاش دكتور، خلينا نتناقش معاك بلاتي. انا حيت حنا ملي كنقولوا لا غادي حيت مازال غادي نكملوا لو ديبا في الراديو كيف ما قلتي سان غران ديبا. منين غادي تجي هاد المراه مثلا غتختار كيف ما قلتي بحال هكذا كتقلب على النفسيه والنشوه العاطفيه وهاد الاشياء هذه كلها، ولكن الحياه راه فيها كاين وليدات غادي يجيو، كاين مصاري، كاين لي فاكتور، كاين الماكله والشراب، كاين لي بوزوان بازيك. ملي غنمشيو لا بيراميد دو ماسلو لتحت غنلقاو لي بوزوان دو باز، منهم الماكله والاكل والشرب. ودابا حنا كنعرفوا الحياه غلات، يعني واش اشياء من هكا رغم الحب ما غتقتلوش مثلا قله ذكيات ان ما تتشبعش في كرشها، انها مثلا ما تتقدرش تخلص الاشياء البسيطه ولا تشري الاشياء البسيطه غير باش تعيش. حنا ما تنقولوش حتى الاشياء يعني الكماليات، حنا كنهضروا ماشي كنهضروش على الكماليات، كنهضروا على فريمون الحاجات اللي هي اساسيه. نعم. هنا فين قلت ممكن انه في هذه الحالات وي انو، هنا فين جيت في هذا النوع هذا انه كيمكن يقتل الحب. علاش؟ لانه ملي كيكون واحد التصادمات في الحياه. نعم. لانه الله يحسن العوان كاين بعض لي كوبل اللي كيتقاتلوا خاصه تزدا من واحد الجائحه اللي بزاف ديال لي كوبل فقدوا الخدمه ديالهم اي توسا. دايوغ يا ان بروفير اللي تيقول لك كون لا بوفغوتي رونتخ باغ لا بورت لامور سور باغ لا فونيتر. دونك سي فوالا. ولكن هنايا بغيت نعطي لو ميساج، وي كاينين دي كوبل، ولكن بغيت نعطي ان ميساج بلي نساليو لو ميساج باش مالغري مالغري العربيه اللي كان ممكن دكتور، ولو انه ما تتكونش الماده، راه الحب هو اللي كيغلب
في اخر المطاف، لانه ميم لا ريشيس حتى الماده راه ما كتعطيش السعاده وما كتعطيش الحب. دونك سي تري امبورطون. غادي نهضروا على هذا الشيء اكثر. دونك كيف ما قال الدكتور هو موضوع للنقاش، فيه اخذ وفيه رد. انا براسي ما متفقاش معاه بزاف ديال الافكار اللي قالها، ما غتتح لينا الفرصه اننا نزيدوا نتعمقوا في هذا الموضوع هذا، يعني هذه الاشياء. الاراء ديال المشاهدين هذا هو الاهم طبعا. التجربه ديالك ارائنا لا تهم يعني مقارنه باراء المشاهدين طبعا، وهذا الموضوع ديال المشاهدين والمستمعين اللي غادي يتواصلوا معنا هذه الاشياء هذه ان شاء الله في الراديو ياك دكتور، حتى عبر لو لايف اللي غادي يكون على الفيسبوك. دونك من جوج حتى لاربعه مباشره على أمواج راديو دوزام. شكرا لكم وإلى اللقاء.